أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الأخوية التاريخية التي تجمعها بشقيقتها جمهورية مصر العربية والتي تشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال العاهل المفدى في قدس الظفرية هذا اليوم معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من الرفعة والازدهار، فيما كلف جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب مصر العزيز بدوام الرقي والتطور. رحب جلالته بوزير الخارجية المصري وأشاد بالنتائج المثمرة لاجتماع اللجنة المشتركة والذي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعزز أطر التعاون المشترك في مختلف الجوانب الحيوية تلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين. أكد جلالته أن العلاقات البحرينية المصرية تمثل نموذجا يحتذى به لتكامل الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية في مختلف المحافل الدولية، معربا عن تقديره للمواقف الراسخة والداعمة لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدورها المحوري في حماية مصالح الأمة العربية وتضحياتها المشهودة في الذود عن مكتسبات الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، ومؤكدا على ما تمثله مصر من دعامة وركيزة هامة للأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب الوزير سامح شكري عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة واعتزازه بجهود جلالته في تطوير العلاقات البحرينية المصرية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك، معربا عن ما تكنه مصر قيادة وشعبا من تقدير كبير لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ودورها المشرف في دعم العمل العربي المشترك.